أمي أنا خبرتك، هالمجرمين ما عاد رح يرتاحوا. كيف ما رح يرتاحوا وإنت رجعتن عبيوتن؟ هن رح يتذكروا الوجع السببت لهم يا كم يوم، وبعدين بيرجعوا سوا، وبعدها بيتزوجوا وبيجتمعوا ببيت واحد ورح يرتاحوا. لا، أنا عاقبتهم، ما رح يقدروا يقربوا على بعض. زيان شبك، ليش عم تضل تحكي عن الزواج؟ لا تحكي بهالموضوع بقى. قليلي ليش؟ بدك تعرف ليش؟ لأني تزوجت جعفر. لك أنت شو عم تقولي؟ شو قلتي؟ تزوجتي مين؟ شو قصدك؟ ماني فهمان عليكي. I don't know.